كوثر بامو، كما كتعرفوا كوثر بامو هي واحد الكوميديا مغربية، و يعني كانت بانت مع طاليس الى عقلت على الفيديو ديال ها هي طاليس. وهادي شي جوج سيمانات لاحت واحد الفيديو ديالها في القناة ديالها وتنتشر، يعني لاحتو في الساعة 12، ومن بعدو هي تلوح تبدي كتلوح لي فيديو في القناة ديالها. نتوما كيما كتشوف قبل اسبوعين، والفيديو اللي مقبله قبل سنتين، قبل اسبوعين هو هادي، قبل اسبوعين حس 655,000 مشاهدة، قبل اسبوع 786,000 مشاهدة، قبل 3 أيام تقريبا 500,000 مشاهدة. يعني عندها جمهور، هي استفدت من الشهرة اللي كانت عندها من قبل، ويعني فاش نحت لي فيديو ديالها صافي السعر. اليوم غادي نعرفو شحال كتربح هاد كوثر بامو من اليوتيوب. كوثر بامو عندها 6 لي فيديو في لاشين، عندها 173,000 مشترك، عندها 2,300,000 مشاهدة. عند القناة تشآت 3 جويلية 2016. هانتوما كيما كتشوفو بامو كتربح تقريبا ما بين $500 حتى 800 المليون، يعني ما بين 5,000 درهم حتى 800 المليون. هذا قيمة الدنيا 5,000 درهم إذا كان جميع المشاهدات اللي حققتها من الدول الفقيرة، وإلا كانوا جميع المشاهدات اللي حققوها من الدول الغنية غادي تربح 8 مليون. والمغرب كيكون هاد العدد الأول تقريبا مضاعف، يعني هاد الشهر تقريبا ضرب فيه شي مليون، هو ما كان الشهر غير نص شهر ضرب فيه مليون تقريبا. وغانشوفو غادي نهبطو نعرفو شحال. هانتوما هنايا لي دات الأيام والسبسكرايب المشتركين لي فيديو، هما هادو لي فيديو، وهنا المبلغ المحصل عليه. انا 17/9 حتى اليوم من هذا 30/9، هانتوما في نهار واحد حققت 22,700 سبسكرايب، في نهار واحد 22,700 سبسكرايب، وقال لك نهار اللي تفتح فيه ديك الفيديو ما عليناش، و 5,000 سبسكرايب، 11,000 سبسكرايب، 15,000 مشترك، 10,000 مشترك، 7,000 مشترك، 11,000 مشترك، 14,000 مشترك. يعني القناة ديالها طلعت دغيا خوت هاد الشهر، من عاد شي 30 شي 50 ل 60 ألف مشترك في هاد السيمانة تقريبا. والمشاهدات يعني ما بين 200 حتى 100، هانتوما 129,000، 27,000، 103,000، 197,000، 156، 113، 136، 228، 144. وهانتوما كيما كتشوفو المبلغ لي محصل عليها تقريبا 32 دولار، 7 دولار، 26 دولار، 50 دولار، 40 دولار، 28، 34، 57، 36، 32، 34، 38، 52، 70 دولار. اليوم مازال ما كمل لايف، مازال ما كمل نهار وحققت 70 دولار. طبعا هاد 70 ماشي 70، يعني من دوبلة شي 140، يعني 1,500 درهم تقريبا في نهار واحد. هادو هو فقط فيديوهات تحفيزية للناس اللي بغات تخدم على اليوتيوب. خوت راه كاين الفلوس في اليوتيوب، اللي بغا يخدم غير هو خاصو يقدم شي فكرة واعرة، وما يدخلش على اساس انه غادي يربح، حيت اليوتيوب كيبغي النفس الطويل، يعني واحد العام ولا عامين وانت كتخدم باش توصل لواحد المرتبة اللي تحصل على واحد المبلغ اللي زوين. وهذه هي النهاية ديال هاد الفيديو، الله يعاون، و اللي عجبو الفيديو كدا مينساش يشترك ويدعمنا بشي لايك وشي تعليق.